طيب خلينا بقى نروح لبعد كده. امبارح مش هناخد وقت طويل يعني، بس امبارح كان ماتش المباراه الوديه بين الاهلي والجونه. وسمعت انك حضرتيها. عايز اقول لك انا ما قلتش حلاوته وهو قاعد في الملعب بيتفرج على الماتش. احكي لي بقى عن انا بس احكي لك على حاجه. انا عارفه ان انا رايحه من امبارح واحنا في الحلقه وكنا بنقول عمالين نتكلم مباراه وديه يا جماعه والتوقعات وبتاع، وانا عارفه اني رايحه الماتش بس ما حبيتش اقول. فهناك بقى بعد كده لقيت الناس، انا طلعت من التلفزيون بالاخر طلعت من التلفزيون، فقلت خلاص بقى مش عشان حاجه والله، بس عارف انا خفت مثلا لا قدر الله نخسر يتقال وشي وحش. لا كان وشك حلو الحمد لله والدنيا ظبطت. مباراه قويه جدا يعني. طب انت وانت يعني المدرجات كده احساسك ايه؟ الوضع كان عامل ازاي؟ اجواء حلوه قوي والله العظيم، اجواء حلوه مع ان طبعا كان ناس قليله جدا، بس كانت اجواء حلوه قوي. وكان في ناس من بره الملعب، ناس كتير قوي من اعضاء النادي الاهلي كانوا واقفين وسامع انت صوت الحماس. انا بالنسبه لي الماتش كان كويس وكان حصل تبديلات كتيره، لكن الماتش بس انت عموما من رواد الاستاد وبتروحي تحضري مباريات في الاستاد ولا مش دايما؟ بص هقول لك على حاجه، مش كتير قوي يعني. مش بحضر مباريات كتير قوي، كنت بحضر كمان خارج مصر. بس انا في الاول وفي الاخر انت كده عندك حته اللي هو ايه، الاهلي بيلعب يعني يا رب. فانت قاعد مركز، قاعد بتشوف اللي بيحصل بعين. امبارح احنا ما كناش قاعدين في مثلا حته بعيده، لا انت كنت قاعد بالظبط جنبهم، فانت شايف اللاعب قدامك. فدي كانت يعني اكسبيرينس بالنسبه لي كانت حلوه. طب مش تقولي لي كنت رحت معاك؟ معلش بقى يعني اسمع من الزملاء ينفع كده؟ طيب نروح معاك بعد كده. طيب انا عايز اقترح عليك اقتراح طبعا، يعني لو عايز نكمل كلامنا في المساله بتاعت مباراه امبارح. المباراه فعلا كانت قويه جدا وكانت مفيده للفرقتين. كمان الاهلي افتتح التسجيل بهدف لوليد سليمان في الدقيقه الثانيه، وياسر ابراهيم في الدقيقه 41، ومحمد مجدي قفشه دخل هدفين في الدقيقه 51 من ضربه جزاء والدقيقه 82. طبعا بادجي سجل الهدف الخامس في الدقيقه 89. الاهلي ابتدى المباراه بتشكيل مكون من محمد الشناوي وياسر ابراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول وديانج وعمرو السوليه ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور اجاييه ومروان محسن. ولكن في الشوط الثاني واصل لاعبي الاهلي الضغط القوي الحقيقه على الفريق المنافس. في الدقيقه 48 غادر ياسر ابراهيم ملعب المباراه للاصابه وشارك ايمن اشرف بديلا له. بص انا بالنسبه لي الشوط الثاني كان اقوى بكتير واحداث كتيره جدا حصلت فيه، فبس الحمد لله النتيجه اعتقد مرضيه لينا جميعا. زي ما حضراتكم طبعا شايفين دي لقطات من بس كان ماتش الماتش. حلو. نعم ماتش حلو. الماتش كان حلو جدا، بس انا بقول لك الشوط الثاني احنا كنا على اعصابنا لان احنا كنا كسبانين في الشوط الاول، بعدين جيت الشوط الثاني سجلوا هدفين. فهي دي كانت النقطه بس اللي كنا مقلقين منها شويه، بس كانت مباراه طبعا حلوه.